يسأل فضيلتكم شيخ صالح تفسير سورة الضحى جزاكم الله خيرا. في هذه السورة يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من نعمة الرسالة والهداية والإغناء من الفقر، ويأمره سبحانه وتعالى بأن يذكر نعمة الله وأن يحسن إلى السائل وإلى اليتيم والضعفة. وذلك من سبب نزول الآية والله أعلم أن الوحي تأخر نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخاف النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر نزول الوحي أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليه أو آخذه بشيء، فأنزل الله هذه السورة أقسم في أولها بالضحى والليل إذا سجى، لأن هاتين آية الضحى وآية الليل آيتان عظيمتان من آية الله سبحانه وتعالى تدلان على قدرته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وعبرة عظيمة ينبه العقول إلى تفكر في ذلك. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ونفى الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قد على نبيه صلى الله عليه وسلم أو أنه ودعه أو أنه أخر الوحي عنه بسبب أنه قلاه أو ودعه، وإنما أخر الوحي لحكمة منه سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أن ما عند الله له في الدار الآخرة من النعيم المقيم والفوز في الجنة خير له مما أعطاه في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين سبحانه وتعالى حالة الرسول في أول أمره، ألم يجدك يتيما فآوى، أنه صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو صغير وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وذلك بتسخير الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، أي سخر لك هؤلاء لأن كفلوك وقاموا عليك بالتربية. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف طريق الحق ليلى أن الله سبحانه وتعالى هداه له ودله عليه، فهذا منة من الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به جل شاء من عبادنا. وجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الخير ومن العلم ومن الرسالة ومن المال حتى أغناه الله سبحانه وتعالى. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم، أرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يشكر نعمة الله عليه وأن يعرف حالة المحتاجين، أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهى وأما بنعمة ربك فحدث، أي بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. وشكر النعمة يكون بثلاثة أمور، شكر له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها باطنا في القلب، الركن الثاني التحدث بها ظاهرا في اللسان، والركن الثالث صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.